يكونوا دي دولور سا ديبون لو كات تاعنا اكزاكت. الا كان عنده ارتروز ولا ارتروز سيرفيكال ولا الا عنده هذا سكوليوز ثاني اعوجاج في الظهر في العمود الفقري، والا عندنا ثاني ليرني ديسكال. للناس نقدر نقول لك 80% من الجزائريين يعانيوا منه. هذوما يكونوا سوا افيك دي دولور سوا لا بوستور تاعو اللي ني با نورمال، فهمتني؟ يكون عندي كاراج في الباسان ولا عندي كاراج في لي زيبول ولا هذا تعرفه شغل فيزوال. اوكي. وانا دو بريفيرونس انا ننصح سورتو الامهات هذوما اللي يدوشوا لاولادهم ولا ولاج دو زون ولا تروا زون تفيريفيه تعس تاس تشوف اسكو هذا وليدها اسكو ما عندوش شغل اعوجاج تاس لي زيبول تاعو اسكو لو ميم نيفو، تشوف الباسان تاعو، تشوف الى كيمشي الى ما يبواطيش الى جهه على جهه. باسكو الاعراض رجلين كاع رجلينا مايلين بجهه نو بارابور لي بوزيسيون روتيك كاين اللي يربطها بزاف اسباب ربما وبعض السلوكيات كما ذكرت انت تكون خالطه. جوستومون كاين اللي يقولوا بزاف سي جينيتيك تسمى شغل وراثي هذا الوضعيه نورثوها صح بصح بنسبه قليله بزاف. كاين فوس مانيبيلاسيون في لا نيسونس كي يجبدوا البيبي ولا يجبدوا شغل ديكالي شويه مال تما ينتج بالك اعوجاج في الدار. وكاين ثاني بارابور لي زابيتود تاعنا صرت ولادنا دوكا راك تشوف مسكين في عمره 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين رافد كورطاب يوزن قريب قدو فوالا. وانا ننصح الوالدين ثاني كي يشريو كورطاب يشريو له ان ساكادو فهمتني او موا يبارطاجي الاخر لو بوا على لي دو كوتي خير ما ان ساك ولا يكركر حاجه مسكين طول طون هو معوج بجهه. المؤشر اللي يدل انه عندنا مشكل في الهيكل العظمي هو الطالون تاع الحذاء. دائما كي نقلبوا الحذاء نتاعنا نلقاوه فوالا كل من جهه فوالا كيستيون دو بريسيون هذيك الضغط تاع القدمين على الارض تما كاين تقدر بون عند ان بودوم هذولا تشوف تروح تشوف تقيس نسبه الضغط تاعك تاع لي جونب تاعك وي وي تعرف اسكو راك ايكيليبري ولا ما راكش ايكيليبري. اذا ما راكش ايكيليبري دير في بالك بلي عندك ان بروبليم فهمتني سواء في البازان كما قلنا ولا في الهيكل العظمي ولا عندك رجل كبير على رجل هذيك حاجه صديق. طيب الاشخاص اللي يمارسوا نوع من المهن ربما اللي تحتاج الى حركه عضلات وجهد زائد يعانيوا بزاف من المشاكل خاصه بالعظام جوستوم هما مساكن حتى الرياضيين امام الرياضيين اذا كانت الوضعيه خاطئه سي اوتوماتيكمون راك راح يتولد عليها مشاكل في العظام تحتاج الى تقويم لازم.